اهلا بيكم متابعينا في كل مكان. قبل اقل من حوالي ساعتين ونص على اللقاء الهام لمنتخب الوطن المنتخب الكونغولي، احنا موجودين دلوقتي في استاد لرامبوكو اللي يتسع ل 20,000 متفرج، وكنت بلتقي باللحظات مع اخوه مغاربه صحفيين متابعين النهارده عشان ندعم منتخب مصر، ولو كان متاح ان احنا ناخد تيشيرتات منتخب مصر كنا خدناها وجينا بيها النهارده استاد لرامبوكو. فاتمنى ان هم يعني يفرقوا بدعمهم ويا منتخبنا الوطني. اخبار المنتخب الوطني عمر مرموش موجود في القايمه، لم يعلن التشكيل بعد، لكن التشكيل المتوقع ان الاسيجيه بتاع ناحيه الشمال محمد هاني ناحيه اليمين، محمد الدفاع محمد حمدي، محمد عبد المنعم، احمد حجازي، خط وسط مكون من مروان عطيه، النني، حمدي فتحي، وفي الهجوم زيزو، مصطفى محمد، وزي ما بقول لكم تريزيجيه كجناح شمال، ويكون عمر مرموش ورقه رابحه على دكه البدلاء. امبارح كان في اجتماع ما بين الجهاز الفني واللعيبه، وانا بكلمك دلوقتي الساعه 6 من لحظات كان فيتوريا قاعد بلغنا على اللعيبه عشان يطلعهم على التشكيله وعلى تمام القايمه، واللاعب الواحد من السبعه اللي رفض الى امام عاشور والثلاثي المصاب. امبارح ميرسي لو كان موجود في السيتي كان المنتجع اللي بيقيم في منتخب الوطن مع منتخب الكونغو مع منتخب جنوب افريقيا، والتقى ميرسي لو بمجموعه من لاعبي منتخب الوطن ويتمنى لهم كل التوفيق. بعد لحظات هيعلن التشكيل، ويمكن نتابع معاكم لحظه بلحظه كل ما هو جديد عن منتخبنا الوطني.